ارى استجواب للحكومة خلال هذه المرحلة، حتى انه كان رئيس مجلس النواب خلال الساعات الماضية يمكن او الايام الماضية بالامس بيتحدث انه ممكن نعمل استجوابات وهنعمل، يعني كان في نبرة كانت فيها نوع من التهديد او الغضب او التعبير. تقييمك لفكرة الاستجوابات والادوات البرلمانية اللي البرلمان بيراقب الحكومة ويتابع عمل الحكومة ويسائل الحكومة ويضبط بها الاداء، الفكرة العامة ايه؟ لا، هي الادوات الرقابيه يعني خلينا نتحدث ان الاستجواب هو اعلى اداه رقابيه تستطيع ان تستخدمها، لكن هناك كثير جدا من الادوات الرقابيه التي تستطيع منها زياره اللجان تقصي الحقائق وزياره الميدانيه ثم طلبات الاحاطه، وهو الاداه البرلمانيه الرقابيه الاشهر. لا، هذا البرلمان استخدم ادوات رقابيه كثيرا جدا فوق المعتاد. انا بتحدث لو تحدثت مثلا فوق المعتاد لو تحدثنا انا ما حديك مثال تحدثنا عن لجنه الشباب ورياضه مثلا، احنا منعقدين اول 10 الاول اكتوبر انعقاد البرلمان، احنا لغايه دلوقتي في حوالي 16 طلب احاطه تم مناقشته داخل اللجنه. مناقشته مش تقديم؟ لا، مناقشته فقط داخل. معظمها بتنصب عليه؟ معظمها بتنصب حوالين احتياجات مراكز الشباب، معظمها بتنصب حوالين بعض الاهمال اللي بتعاني منه الانديه. يمكن انت قلت مراكز الشباب، ما هوقفك معلش. اسمح لي. اتفضل. مراكز الشباب عندنا 4200 مراكز شباب في مصر، يعني 4200 بنايه مبنى، وعند 4200 رئيس مركز شباب وموظفين واساس وعهده وفلوس وميزانيه، صح؟ رقم انا ما اعرفوش طبعا قد ايه، بس اتخيل يعني. واعتقد ان احنا لو عايزين نوصل لادغال الريف والاقاليم من خلال مراكز الشباب، كيف يمكن لحزب مستقبل وطن اللي بيرأسه شاب وهو عنده حيويه يعيد لمراكز الشباب دورها الحقيقي في الوصول الى كل بقعه في مصر، سواء قضايا التوعيه عايزين نوعي الناس، احنا عندنا مشكله التعليم والتربيه والتعليم، مشكله الاستراتيجيه التعليم مش عارفين نوصلها للناس، ما عنديش طريقه للتواصل والاعلام مش واصل، ازاي استغل مراكز الشباب في بناء الوعي من جديد؟ ما فيش خطه جاهزه عندكم في الحزب او اللجنه اللي ترأسها ان احنا فقط نعيد لمراكز الشباب دورها؟ طيب خلينا بس نضع خط فاصل ما بين الحزب واللجنه، تمام؟ لان مراكز الشباب لها قانون لتنظمها وليمنع فيها العمل السياسي بشكل، مش التثقيف السياسي، العمل السياسي يمنع فيها، لكن انا كحزب لي ادواتي وكلجنه لي ادواتي، وانا هتحدث في النقطتين بشكل سريع جدا. انا كحزب طبعا املك مقرات في جميع اقسام ومراكز مصر، واكثر من 6200 حزبيه ستكون مكتمله بنهايه هذا العام على مستوى جمهوريه مصر العربيه. خلال 6 شهور بعدها سيكون لدي كثير جدا من المقرات في الوحدات الحزبيه والقاعديه على مستوى الجمهوريه. هذه المقرات تستخدم بشكل كامل كصالونات النقاش، بها مكاتب قادره على التوعيه، قادره على التثقيف، بنجهز عديد جدا من المدربين اللي هيقوموا بالتدريب الفتره القادمه باذن الله رب العالمين على اهم المجالات، مش مجالات سياسيه بس، المجالات الحياتيه التنمويه والحياتيه عموما اللي بيحتاجها اي شاب مصري في بدايه حياته. بنكون موجودين معاهم من خلال القوافل الطبية، من خلال المعارض زي ما قلت، من خلال كل الأنشطة اللي ممكن يحتاجها الشاب أو المواطن المصري العادي. أما بالنسبة لجنة الشباب والرياضة، زي ما أنت سيادتك قلت، مراكز الشباب هي مكان تستطيع أن تصل به إلى كل قرية في مصر وإلى كل مكان في مصر. يمكن أنا محظوظ برضو في وجودي في رئاسة اللجنة أن أنا معايا وزير متعاون جدا الدكتور أشرف صبحي، من أكثر الوزراء نشاطا وتعاونا، يمكن في كل يوم في محافظة وكل يوم في مكان شايفينه، بينزل زيارات تفتيشية بنفسه وبينزل يشوف المشاكل بنفسه. على فكرة احنا مع بعض في قنا والأقصر يوم السبت والحد والاثنين إن شاء الله بإذن الله، زيارة للجنة وزيارة للوزير في نفس المحافظة لمراكز الشباب لمراكز الشباب، يعني هيكون في أكثر من 10 مراكز شباب تقريبا ونوادي خلال قنا والأقصر بالإضافة لمجموعة الافتتاحات. لا، مركز الشباب ستستطيع أن تقوم بالدور اللي حضرتك بتقول عليه وتقوم به أكبر من كده. بنواجه مشكلتين دائما في مركز الشباب، أول مشكلة الإمكانيات المركز نفسه، يمكن بيتحل ده من خلال الاستثمار الرياضي، إن كل المراكز فيها نوع من أنواع الاستثمار وقادرة على أن هي تجيب موارد لنفسها من خلال مجموعة من الاستثمارات.